قررنا ان احنا نبني مبنى جديد لنقابة المحامين. قالوا فنكوش، ما حصلش. قلنا عملنا عقد مع وزارة الانتاج الحربي عشان تبنيه، قالوا ما حصلش. قلنا انه رئيس مجلس النواب جه حضر عمل الاساس، قالوا لا دي تمثيلية. ليه؟ اصل المترو مش عارف ازاي، والمترو موجود حوالين وهيمنع المبنى يبقى موجود. المترو ازاي؟ هو المترو ده لافف حوالين النقابة؟ المترو ده قدام النقابة، زي الشهر العقاري، زي نقابة الصحفيين، زي كل المباني اللي في صف نقابة المحامين. ولما اتبنى قال لك اصل هو مبنى متواضع. الله، مش انتوا كنتوا رافضينه، بتقولوا ما حصلش وما يحصلش ومستحيل انه يتعمل؟ اتعمل المستحيل وعملنا مبنى وصرح لنقابة المحامين. قريبا هنفتتح فيه افتتاح جديد، قريبا هنعمل افتتاح ولو لمرحلة أولى. قالوا لنا عمل ما عملوش حاجة، أنا هدعوكم علشان نضع حجر أساس أكاديمية المحاماة. أكاديمية المحاماة اللي منصوص عليها في قانون المحاماة الجديد، اللي هتبقى أكبر مؤسسة علمية مهنية وتجريبية في 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 تاريخ مصر، غير مسبوقة. لا المهندسين عملوها، ولا التجاريين عملوها، ولا الأطباء عملوها، ولا القضاء عملها، إحنا اللي عملناها. وقلت وبقول هيجي يوم بعد الأكاديمية ما تبدأ عملها أن يكون الدخول لنقابة المحامين أعز من الدخول للقضاء.